بودي نور، هاي سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانين. عطيني غير شي باندر نجمع بيها شعرك اكسب بعدا. المهم البنات، داكشي اللي قسم الله واللي قدرنا عليه الله، واه داكشي اللي قسم الله واللي قدرنا عليه الله، غادي نحاولوا اننا نتعاونوا كيف ما بغى يكون الحال. يعني راكم عارفين انايا، والله ثم والله ثم والله البنات، وكنحلف الا كون ما كنتش مأزمة مع هاد الوقيته ديال الدخول المدرسي، وديالكم عارفين وليكول بريفي لنادا وليكول بريفي لنور هان، ويعني شحال ديال المسائل وانا بوحدي راكم عارفين، غير مره كنضرب مع الزمن. يعني اقسم بالله العلي العظيم الا كنت غادي ندير شي حوايج اللي كثيره، لان حتى انا الخير ديال بنادم عليا بزاف. يعني من نهار مات عبد الرحيم الله يرحمه ووقف وطحت في هذيك الازمه، فلقيت خوتي المغاربه اللي تعاونوا معايا، وهما اللي يعني وقفوا جنبي وتهلاو ليا في بنياتي، وكانوا حنانات عليهم وسميتو. يعني هذا خير خاصنا نردو. كنت كنقولها دائما لندى ونورهان، كنقول لهم شوفوا هذا راه خير ان شاء الله فاش يكون عندكم، وربي يسهل عليكم وتخدموا ويكونوا عندكم الفلوس، حاولوا انكم تردوا هذا الخير هذا. ولاني دابا وحق الله العلي العظيم، المهم كبرت في بناتي انهم يعترفوا بالجميل وانهم يقدروا يعاونوا على قدر المستطاع. دابا بما انني مأزمة غادي نحاول نعاون بداكشي اللي قسم الله، شي حاجه بسيطه غادي نشريها وغادي ناخذ من هنايا داكشي اللي قسم الله. وهانتوما معايا هذيك الصاك حتى هو غادي يديه، هذه حتى هي نورهان، هذه طبعا لا عندي راه ديرها باقي مصبنه راه جديده. يلاه هادي نديرو شي ميكا، ميكا هذا تكون نقيه مقاده معاوده. هذا راه يلاه جبدتها البنات، هذا راه يلاه جبدتها نورهان، بلاتي ندير في الفريز. هذا راه يلاه جبدتها نورهان جديده والله العظيم، حيت انايا كنديهم مصبانه، كنديهم من المصبانه كنديروهم. باش ندير المنطق، شوفي تاخدي وحده من الهي طلع لك الميكا، انا ناخذ شي وحده من الهي وناخذ وحده نتغطى بها. ها هي ميكا هنايا، ها شو لك كاين شي حاجه اخرى بزارات ولا شي حاجه؟ باش نديرو الحوايج. فرحانة ببنتي وحق فرحانة ببنتي والله العظيم البنات، الا فرحانه ببنتي بزاف بزاف، انها فاش سمعتها فرحات وقالت لي ماما نطلعي نهز حوايجي نعطيه حتى يسهل حنايا الله سبحانه وتعالى. هذا تهم يجيب هما البرد، ممكن البرد ممكن حلال من الصاف بينا ما خلينا لك حتى ما تلبسي راه ماشي غن عارفه ماشي غادي نديم لك كل شيء تاعي. شوف السلام هو طنجيش ماما طايا هذا لا ما نهز الصاك كامل، واحد انا الصاك كامل
ربي يسهل الله سبحانه وتعالى. صايت هاد الشامه ديال الله باقي جدادي جدادي هاد السراول هادو ها راه عندي البنات منهم كنت شريت سلعه تقديت سلعه بغيت نبدا نبيع ونشري فيهم غادي نهبط ناخذهم من التحت كاين الصاك هذا واه هذا هو شوفي الصاك واه الزرق البنات ها هانتوما والله الا ربحين بالكراتم ديالهم ماي بالكراتم ديالهم خصنا دراهم باقي جداد زعما راه ما ملبوسين ما والو كاينين سبرديلات كاينين هادو هبطي واحد الكرتونه لتحت ديال السلعه واه شوفي التريكويا حتى هما هذا لا بلاتي نطويوهم هنا ما كرهتش شي ميكا اللي نديرو فيها الصبابط بوحدها ولا تا عندهم تما ويقادوهم نهبط البنات غادي نهز حتى من البيجامات ديال السلعه اللي كنبيع جيب لي ندى ندى راه عارفه الكرتونه الله يجعلها في الميزان المقبول هادو والله العظيم الا باقيين جدادين ما لبستهمش نورهم كاع كاينش حاجه الفوق لا فوق ما كاينش الحوايج كاينين على المواعد ها نتوما والله الا راه جدادين البنات ماشي زعما اللي بغى يعطي شي حاجه يعطيها جديده نقيه مقاده ولا قدر على شي حاجه ما يديرها يديرها واش لقيتي الكرتونة ندى ندى ورا فوق البلاكار نمشي نقول لها واه سيري قولي لها بنتي ماشي شوف
هادو راه ديال بيت نور هان بحال اللي كتلبس نور هان. حيت كنت جبت سلعه وما بقيتش كنبيعها غير في الكراج ما كنصورش فيديوهات. ها هو السراوي، ها هو شتو، ها هو التيكيتات ديالهم. تنترزق فيهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه ديال البنات. الله سبحانه وتعالى يعوضنا برزيق، الله يفتح لنا ابواب الرزق الحلال. كون عندي ما كرهش، كون عندي كون خرجت وتقديت من يعني من برا وداك الشيء وديت انا عاونت، ولكن ها هو عندي رزيق هذا راه حاطه فيه في الفلوس كنت كنترزق به الله سبحانه وتعالى. اللي جا وبغى يتقدى حويجات لا شي حاجه كيتقدى من هادو حتى هما، يعني ما كنتش مصوراهم كيتقداوهم الناس من الكراج. دابا خوتي حتى هما راهم محتاجين، يعني داك الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى اللي قدرت عليه نعاون به نعاون به. ها هو الكرتونه غادي نجمعها. لا ماشي هادو في الصاك تما. دابا والله البنات شوفوا، البنات والله ما كره تكون عندي فلوس نشريو دوك الخيام ديال لاطونس اللي كيديروا بهم، اللي دوك الخيمات اللي كيخيموا فيهم. هادوك اكثر حاجه محتاجينهم، لحقاش انا شفت نيت النداءات في فيسبوك وداكشي قالوا ان الثمن دابا غلا وهم الناس اللي كيبيعوهم في الظرفيه دي. والله كون عندي الفلوس كون خديت منهم واخا غير جوج ولا ثلاثه او لا ينفعوا، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كل واحد كيعاون بقدر المستطاع. زعما اللي بغى يتقدا شي حاجه اولا اللي عنده في الدار بحال الخيمه اللي كيخيموا فيها. دابا راكم عارفين البنات الصيف راه وفات، ما بقى لا ديال التخيام لا والو، يتبرع بها ولا جزيل الشكر. والحمد لله من هنا الصيف ديال العام الجاي يجيب الله الرزق البنات. يلا سير تبارك الله على بناتي اختي معاونين. يلا سير شويه كرتونه تما نديروا لها لومبالاج. هادشي البنات اللي قسم الله وهادشي اللي قدرنا اننا نعاونو به.
ونمشي نشوفو ونمشيو تما بعدا نشوفو. يلا بنتي حلي الطوموبيل وسيري الله يرضي عليك. لا راه عندي انايا في الطوموبيل معايا. سير سير. هزي كرتونة بنتي، وحدة تهز الكرتونة وحدة تهز المانطا. خلي تل تما تل تما بنتي، و لي يكونو هما بغاو يقادو الحوايج مع الحوايج ولا باش يعرفو ديالاش. الله يرضي عليكم. احنا وصلنا دابا البنات قدام اتاكادا، وفين قلت لكم الناس كيجمعوا تبرعات. يلا هنا دا نور هين هزو وسير. يلا 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 هزو سربي البنات. ها انتم احنا وصلنا دابا، راه تبارك الله وما شاء الله الناس عاودوا كيجيبوا الفراش، كيجيبوا الغطا، كيجيبوا البونج. المهم اللي قسم الله اللي قدر على شي حاجه كيجيبها. البنات الله يرحم لكم الوالدين، الناس ديال فقيه بن صالح الله يرحم لكم الوالدين، اللي قدر على ما يجيب يجيب، اللي عنده مينطات عنده. هذه راه دار الباقه، راه ما عندنا ما غنديو من الدنيا، وما مشاكم تعشاو تردم عليهم التراب وصرفوا في دار الباقه. مشاو لدار الباقه وديهم عطاك هذا وقبيله. الدنيا راه تضحك علينا. امينه المغراوي. ها انتم البنات راه كاينين هنايا الناس، الله يرحم لكم الوالدين. جيو اللي بغى يجيب شي حاجه يجيبها، الله يرحم لكم الوالدين. ها انتم ياك ما خصكم ترونسبور ولا شي حاجه، كاين ترونسبور عندكم ولا لا؟ حيت كاين الصات اللي كنتعامل معاهم انا كنصيفط السلعه لبرا، قالوا لي بان راه كاين ترونسبور اللي خاصه ولا شي حاجه، راه راه الاشاره. شكرا الله يحفظك. المهم اللي خاصاتكم شي حاجه تواصلوا معايا ولا شنو شفتوا. اللهم امين. المهم بنات ها انتم الله يرحم لكم الوالدين. قيدين النمره ديال السيده انا هذا تليفونك الله يعطيك. المهم بنات حنايا مازالين دابا غادي نوقف واحد شويه بين ما شفنا الناس التبرعات اللي كيصيفطوا. الله يرحم لكم الوالدين، راهم مازالين غادي يبقاو هنايا، وكاينين حتى فين سجلي النمره انا هذا ديالها. الا نور هنا هي نورها غتسجل النمره ديال. لا هانيه مرحبا، هانيه مرحبا. ما تنطلقش اللايف تندير انا فيديو ستوري. اجي لهنا ها هي. نعم يعني زعما لا الدنيا هاني. شوف الرزق الله سبحانه وتعالى. سبحان الله هاد السيده زعما الهشاميه ديال المغاربه. شوفي وراه الرزق الله سبحانه وتعالى. جاب شي حوايج زعما جداد زعما الله يجعلهم في الميزان المقبول. شوفي وتلبسوا ان شاء الله في الجنه يا رب. هادوك كنترزق بهم انا على اليتيمات هادو، راه بنات عبد الرحيم. الله يرحمه كنترزقوا بهم الله سبحانه وتعالى. الله يرزقنا من اوسع الابواب وصافي، ولا قدرت ما نزيد من هنا الغدا ان شاء الله ولا شي حاجه. الحمد لله المغاربه ديما هكا كتقولوا استنى تنعطيو مع ذلك. الحمد لله اللي بنتي عندك اليتامى وكلشي ربي يخلفك. الحمد لله ربي غادي يخلفك. الحمد لله الا كاين شي باش غادي نساعدو من هنا غدا ان شاء الله. غادي حنايا باقيين في الحياه البنات. الله يرحم لكم الوالدين، اللي قدر ما يجيب شي حاجه ما فريش اي حاجه اي حاجه. تقاشر ملي كان دابا راه بيان تبرد غيجي المانط كلشي الحوايج كلشي. قالوا لي زادو فيهم الثمن ليها اللي كانت 100 درهم ولا 150 درهم. داكشي علاش الله يرحم لكم الوالدين، اللي بغى يساهم بشي حاجه يساهم. السداد اللي جابوا الناس راهو بيتهم اليوم. ولاد خوك تخرج ماشي ديال الجمعيه الاخرى مطرومه. ماشي مشكل دابا الجمعيه الاخرى قالوا لك. ها انتم ها انتم البنات، ها هو البونج ليها كلشي الحمد لله. اللهم لك الحمد، مازال الخير في المغاربه. والله يرحم لكم الوالدين، راهم مازالين قدام اتاكادا وغيبقاو حتى الغدا ان شاء الله. واللي زعما كاين جاو ما لقاهمش ولا شي حاجه يصيفط ليا في الانستغرام ولا في النمره ديال الخدمه، نوري ليهم فين غادي يكونوا. فين عندكم المكازا عاوتاني؟ فين قالت لي هذيك السيده؟ شوفوا شوفوا حاجه واحد الحاجه كتفرح بلاتي بلاتي قطعي بلاتي.
واحد البنيه مسكينه شوفوا جايبه 100 درهم شوفوا شوفوا حلوه ندير لها طعيم الضيوف والله يهديك شكرا لك والله الا خمسه دراري الصغار اللي انا نور هاد بنتي مشات للماريو ديالها نزت تريكويات ونزت داك الشيء جابته خليك لباباك يا ربي الله يجعلها من الذريه الصالحه الله يحفظك اخويا ومسكينه جايبها باباها وعطاها 100 درهم شو سبحان الله العلي العظيم ها انتم هما الناس مازالين كيجيبوا دابا مازالين كيجيبوا في الماط المهم اللي قدر على شي حاجه راه كيجيبها الله يرحم لكم الوالدين وشكرا لكاع الناس اللي التحقوا بنا شكرا لهم بزاف واخا تبارك الله وما شاء الله هما الناس البنات مازالين كيجيبوا الله يتقبل منهم الله يتقبل شكرا لكم بزاف مساكن شوفوا الناس ديال بقينا صالحة البنات مازال غتجي ان شاء الله مازال غتبقى تجي حتى الليل راه حطينا ستوري في انستغرام ومن خلال هذا الفيديو هذا اللي بغى يساهم بشي حاجه الله يرحم لكم الوالدين انتم مازال الناس شو هذا الوليد هذا مسكين شو هذا الوليد ها انت اخويا سير شكرا لكم الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي ها هما الناس راهم مازالين كيجيبوا هانتوما الله يرحم لهم الوالدين يا رب العالمين مازال الناس اللي بغاو يجيبوا شي حاجه الناس اللي بغاو يجيبوا شي حاجه دابا راه مازالين الناس هنا يلتحقوا بنا الله يرحم لكم الوالدين قدام اتاكادا والله يرحم لكم الوالدين البنات ها انتمايا قدام اتاكادا والله يرحم لكم الوالدين ها نويضه ندى تتخزن الله يرحم لكم الوالدين شكرا لكم بزاف شكرا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين البنات جينا للدار دابا راه تحت الظلمه هبطي ديري سخني اتاي راه باقي وديري خبيز راه باقي العدس ديري خبيز في شي زبيده ولا شي حاجه وكولي نورهان نورهان درها الجوع مع فجات من المدرسه ومتحمسه تتصور قالت لي غدا ما نمشيش للمدرسه نمشي معاك لا لا والله ما تمشي معايا سيري فحالك سيري تقراي قرايتك بغينا نبداو السنه بالتبطرقه عرفتي متحمسه وفرحانه ونمشي معاك تي حساب لا واش غادي نمشي انا يا سنه لدوك الاقاليم الدره وداك الشيء نقول لي غنمشي معاك وغن بنتي قلت لها سيري تجلسي الارض وتسقي قلت لها شوفي حنايا داك الشيء قسم الله قدرنا اننا نديرو ونبارطاجي ونحطو ستوريات نعاونو باللي قسم الله سبحانه وتعالى ورا الناس تبارك الله قايمين بالواجب وشكرا لهم بزاف بزاف الله الا فرحوني بزاف ولاد وبنات مدينتي الناس ديال فقيب الصالح الله يعمر لهم الدار واقفين رجال ونساء ودابا غنشوف مع حطيت ستوري البارح في الانستغرام تبارك الله وما شاء الله الناس كيكتبوا لي يا صباح واش باقيين غادي يبقاو في العشيه صباح واش غادي يبقاو غدا صباح هاللي خاصو هاللي خاص يعني الناس تبارك الله وما شاء الله عليهم الله يعطيهم الخير كل من ساهم بشي حاجه الله يعطيه الخير وتبارك الله وما شاء الله والله الا حتى الناس اللي كانوا تما قالوا لي قال لي واش هاد الناس اللي كيجيو كتعرفيهم قلت لهم راه لي ستوري في انستغرام والفيديو في اليوتيوب والتيك توك وسميتو يعني الناس راه اللي شاف شي حاجه كيجيو تبارك الله حتى هما كيحطوا النيت في فيسبوك وما كيديروا اللايفات في فيسبوك قلت لهم راه اللي شاف شي حاجه راه كيجيو اللي ما قدرش باش يساعد كيبارطاجي مع خوه المسلم مع ولد مدينته معاه وتبارك الله فرحت بزاف عرفتو حتى كنا بغينا نجيو واحد جوج الشباب الله يعطيهم صحتهم والله يبيض سعدهم والله يعطيهم ما تمناو ان شاء الله جابوا واحد الشاري تبارك الله عامر بالماء بالعصير بالبيمو بالمادلين سميتو انا حيت ما كنقدرش نصور الناس وجوههم تبارك الله ما شاء الله على الناس كاملين وحق لا اله الا الله الا فرحت بزاف واحد الفرحه ما تصوروهاش ما تخيلوش عرفتو كنت
فاش يلا ضرب الزلزال وكنقول مع راساتي كنسول وكنقول واش كاينه شي جمعيه هنايا، واش الناس، واش حنايا في قيه بن صالح، واش حنايا زعما كاينين التبرعات لا كاين. وبقيت كنسول وسولت حتى في لاجونس اللي كنصيفط معاه السلعه في برا، قالوا لي اه صباح، وقالت لي البنت اللي خدامه تما قالت لي اه صباح، ها هو الكاميو الا كان شي مساعدات ولا شي حاجه راه حنايا حتى حنا متضامنين، حتى حنايا كنوصلوا في كاع المدن. وراتني فيديوهات ديال ترونسبور كيوصل الناس في سبيل الله، فالحمد لله اللهم لك الحمد. وبقيت كنسول حتى لقيتهم الناس كيجمعوا المساعدات، فالحمد لله والشكر لله والله العظيم. هادشي كيفرحنا بزاف ان المغاربه كتلقايهم في السراء وكتلقايهم في الضراء وكتلقايهم في وقت الفرح ووقت الحزن متضامنين مع بعضياتهم وواقفين. الرجال والعيالات والرجال الكبار، واثر فيا بزاف واحد الراجل مسكين فوق البيكالا جايب واحد الخنشه فيها دقيق حتى هو كيساهم بها، كاين اللي جايب مسكين زيت. يعني الناس اللي ما عطاش من القليل ما كيعطيش من الكثير، يعني اللي قسم الله سبحانه وتعالى الواحد كيجيبو، واللي قسم الله سبحانه وتعالى الواحد كيضابر معاه مع اخو المسلم. الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم كاع كاملين على اي واحد دار شي مبادره ولا شي حاجه اللي قسم الله سبحانه وتعالى وقدر باش انه يتعاون كيتعاون. شكرا لكم من القلب الخالص. رجال وعيالات وشيوخ واطفال ديال المغرب، مغاربه احرار المغرب قائم بشعبه وبملكه وبولاده وبرجاله تبارك الله فين ما مشيتو. صحاب الجاليه هما كذلك، الله يعطيكم الصحه والله يعطيكم العز والنصر لولاد وبنات بلادي. السلام عليكم.